والله إذا ما بتعترف إلا هري كاري. صدقني ما بعرف. أي ألا بدك تقول لي وين أول اتصال صار بينك وبينه؟ تعرفت عليه تركيا. ذبحوه يا زلمة. شو جريمته هذا؟ جرت الله عليك تسكت، بلاش يجي هنا الدور. ثاني اتصال ومعرفة بينك وبينه كانت في لبنان. كانت في لبنان صح ولا لا؟ نعم سيدي في لبنان. نعم. كيف دخل الحدود الأردنية؟ دخل الأردن أي عن طريق الحدود السورية. نعم هذا شكله مع داعش يا زلمة. سمعة هذا مو مع داعش، هذا يا زلمة محمد الشاكر اتنبأ بالمنخفض وشكله ما زبطت معه.